ليش غازي افندي جابني لهون؟ انا والله ما بعرف ليش نيمني ليلي هو، والله ما بعرف ليش، ما بعرف ليش. شو القصة هي؟ ايوه ليش عم تعذب حالك؟ والحارس موجود. مين هو؟ ضرغام. ضرغام يا غازي افندي. ضرغام ما غيره ناطور ارضك. رجال بضاي. ذكرت بيخدمك وانت مساكت، مو غدار مثل ابو جواد بيشوف ابو الصلح فايت على الحاره ما بيخبرك. وانا هذا اللي مخليني بلا عال، بلا عال يا مصعب هيك. خذه نزله على قيود المخفر عندك وجربه،
عجبك عجبك، ما عجبك قلعه وجيب واحد من الداخلية. طيب وحضرتك بتكفلوا مظهر بيك؟ بكفلوا. ضرغام بيمشي معك مثل السيف. معنى هذا اللي بدي اياه، واحد يحرس الحارة ويخبرني عن كل صغيرة وكبيرة فيها. وهو هيك غازي يا فندي. طيب راح اجربه 6 أشهر. وانا متاكد انك راح تثبته بالحاره حارس طول عمره للممات. طيب وينه هلا هو؟ عم يستنى بالحاره. ماشي. وانت خبرته عن هذا الشيء؟ انا لا قلت له ولا قال لي. يعني اذا اخذتني معك لبيت اختي شو بتكون عيبه؟ مو عيبه لك امي، بس انا ماني مطوله عند اختي، وانت ما شاء الله حولك، متى ما فتحتي سيره ما بتعودي بتسكريها. هلا انا هيك يا مو، الله يسامحك. ليش انت مو هيك عفاف خانو؟ لا مالي هيك، وبعدين حاجه الي محبوسه، صار لي محبوسه بالبيت من يوم ما طهر ابو عامر ابنه. يا مو الله يوفقك خذيني معك. صبرك يا روح، خلصيني يلا البسي اواعيك وبسرعه. من الاول هيك. يلا خفيها بس عفاف، لا تطولي. ما تعدي لي ساعه على المرايه. طولوا بالكم لا تعجوها يا جماعه، طولوا بالكم كل رح ياخذ. تحرك يلا، اعطي الدور لغيرك. هات حبيبي يا مسيك يلا. طولوا بالكم تمشي النسوان. هاتي اختي هاتي، تفضلي يلا اللي بعده. هلا جاي دورك شباب، خلك مسيك تحرك. ها تعا خلصني يلا يا ابني خفه، طلع خبز يلا. ما لك شايف على فوق بعضه سيف انت، يلا تحرك غيره. وليش مالك مبسوطه منه يا مكداس؟ شلون بدي انبسط سياسه شهيره وعندي هيك ولا؟ إيه لا لازم تنبسطي لانه صار عم يشتغل وعين الله عليه. اخ يا ست شهيره، كل يوم بيجيب المقطوع هذا لعندي على البيت وبيسهر هو ويا لوش الصبح على شرب حشيش. لا بس هيك ما بصير عمتي، انت لازم تحكي معه لانه ما بصير يعمل هيك شيء ببيتك. اي والله مبرر لساني وانا عم بحكي، واللي قالني اكثر منه انه شو؟ لك عم يلعب قمار. حشيش وقمار كمان؟ شو بدي اسوي يا شهيره خانو؟ والله ما خلى معي ولا برغوث. ايه لا هيك ما بصير بنوب يا مكداس، لازم يلتقى له حله. انا قلت لحالي يا ست شهيره بركي ابو عامر بيحكي معه، الله يوفق. خلص عمتي ما تاكلي هم، بس يجي ابن عمي انا بقول له. فوزيه تركي هذا الشيء اللي انا بحكي مع ابو عامر. روحي ربي يطول عمرك يا شهيره خانوم، يا رب انت وابو عامر. نحن اهل يا مكداس اهل. شيت انه يضربك ويتهمك بالسرعه كمان؟ لا انا مالي رضيان عن هالشيء. هلا بتحملي حالك وتلبسي ملايتك ومعي على البيت فورا. ما فيني يا مو. لك شو ما فيك انت الثانيه؟ مين هي اللي بدها تلبس ملايتها يا ام عزو؟ مين يا شهيره خانوم؟ بنتي. طولي بالك يا ام عزو، طولي بالك. ما في طولة بال يا شهيره خانوم، وهذا الشيء ما بينسكت عنه منوب منوب. طيب طولي بالك لحتى فاهمك. ما بدي حدا يفهمني لا انت ولا غيرك. البنت هلا بتلبس تحمل حالها وبتروح معي على البيت فورا. بنتك ما راح تخطي خطوه برات هالبيت. اه ايه شو عليه يا شهيره خانوم؟ شو عليه؟ بس ماشي، انا اللي بعرف كيف خليها تجي لبيت اهلها اللي مشبعينها ومشبعين نص اهل الحاره كمان. يلا يا بنت امشي. اذا مفكرين جوعانين مثل بعض جماعه بتكونوا غلطانين يا بيت ابو عامر. شو بقى ام عزو؟ يا عم على هيك عالم ولك يا حوبي، ليش حكيتي لأمك على اللي صار مبارح؟ أنا ما حكيت إلا شيء، هي كشفتني لحالها إني آكلة قتلة. وشلون كشفتك بقى؟ اليوم فزيت من النوم، ما قدرت أمشي من وجع العصاية تبع مبارح. وما عرفتي تركزي لي مشيتك على بين ما تروح أمك من عندك؟ والله حاولت يا شهيرة خانو، ما مشي الحال. الله يصلحك يا كاملة، الله يصلحك. معلش تقبريني، لا تزعلي. منيح انه دريت امك بقتلت امبارحه، يعني بركدا ابوكي بيحاكي لابو عامر مشان ما يضربنا مره ثانيه وشمت فوزيه فينا. قلتك؟ ايه هيك قلتي. ايه خلص شو بدي اعمل؟ نضال فوت فوت، خلصتني فوت. السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام. احترامي سيدي. يا ابو سعيد. نعم 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 سيدي. انت متهم بالتستر على واحد مطلوب للدولة. ايه. انا سيدي انا من هذا الواحد سيدي؟ مين؟ ابو الصلح. الله وكيلك، انا ابو الصلح من زمان ما شفته ولا عيني لمحته، منه من زمان كثير سيدي، والله ما بعرف وينه. ابو سعيد انت ما شفته لابو الصلح فايت على الحاره؟ احكي سيدي. الله وكيلك لا شفته ولا عيني لمحته. سيدي انا لو كنت شفته كنت قلت له. ليش لحتى اخبي عليك؟ ليش؟ بس ما لك، انت امتى بترجع على بيتك المسويات؟ سيدي انا بعد ما بخلص شغلي بروح على المحرس عند ابو جواد، بقعد معه وبعدين بصلي الصبح، يعني بتقول برجع على البيت يعني جهجهت الضوء سيدي. طيب شو رايك يا ابو سعيد اللي وصلتني اخباريه انه ابو الصلح بفوت على الحاره بالليل؟ سيدي مو مزبوط الحكي، مو مزبوط، لانه لو كان سيدي فات على الحاره جهجهت الضوء كنا شفناه انا وابو جواد، لكان سيدي منشوفه، كنا منشوفه. واذا ثبت لي انك عم تكذب بدي دكك بالسجن. امرك سيدي مثل ما بدك، بس الله وكيلك عم بحكي الصدق. اذا ما لك مصدقني سيدي جيب لي المصحف الشريف لاحلف لك عليه. ماشي روح على بيتك هلا، وقت ما بدي اياك انا ببعث وراك. كتر خيرك سيدنا. كتر خيرك. الله معك. شكرا. لو كان ابو سعيد شايفه لابو الصلح كان قر واعترف لحاله. لو كان من وين عم يفوت ابو الصلح على حاله؟ من وين؟ اي والله والله ما رح مرق على خير، وبس يجي ابوكي بدي خبره. إيه لكن يا مو لازم تقلي له اوعك هامك، انت شو مخليها تاكل قتل على الطالعه والنازله؟ اي ما بكون معزه اذا ما بحردها وبرجع له هون على البيت. لك اخ مبرر ثاني وانا اقول لك يا مو لا تخليها تروح، لا تخليها ترجع لبيت جوزها. بس انت ما رديتي علي، على قولك شو المره مالها غير بيت جوزها يا بعدي. اي والله مزبوط يا بنتي مزبوط. وليه عرفاك؟ ولك اللي فيني مكفيني، مو ناقصني من صار طويل ومن اللي مخلتي. يلا فمالي خايفه عليكم يا ابو. بفهم من هالشي سيدي، رح تعينوا حارس بدالي للحاره. هيك الاوامر اجت من السرايا. من السرايا؟ ايه من السرايا. وانا سيدي وين بدي اروح بحالي؟ والله صدقني ما بعرف شو بدك تعمل. انت لازم صار ترتاح، حاجتك خدمه. ارتاح يا سيدي؟ اذا انا وبالوظيفه ماني قدران طعمي ولادي، هلا شو بده يصير بحالتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشغله مو بايدي، هي من السرايا. لو كانت بايدي كنت اشتغلت غير شغل. فيلي الله، فيلي الله. اليوم بتسلم الحارس الجديد كل ادوات الحراسه والمحرس. مفهوم سيدي. حط الدبوس على الطاوله، هذا ممتلكات المخبر. الو
اعطيني وفيق. الو وفيق. احترامي سيدي. بتروح الحاره وتجيب لي درغام. درغام سيدي؟ هي درغام وما بترجع بدون ما تجيبه معك. ايه لعينيك سيدي. ايه الف طلب مثل هالطلب. والله اشحط لك يا شحط. لا 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 تشحطه ولا تبهدله، بتجيبه بالحسنى. امرك سيدي. الله معك. بالحسنى. انا بعرف عامل حدا بالحسنى. يا اخي لك يا رب، لك شو هالمصيبه اللي اجت عليك يا ابو سعيد؟ يا ريت شنقوا، لك يا ريت دبحوك، يا ريتك بتموت. أبي ما تدري باللي صار. قولي على قامتي، لك قولي على قامتي على هالفضيحة، قولي على قامتي. ولك يا ريتني متت قبل ما أخبرك هالخبرية يا أبو سعيد. يا أبي أنت ما قدرتي تبعدي عني، ما قدرتي تضربيه، ما قدرتي تدافعي عن حالي. شلون بدها تهرب منه؟ شلون بدها تضربه؟ لك ما بكفي اللي فيها. لك على كم مرة قلت لك يا عم سعيد خذيها معي، لا تتركيها لحالها بالبيت. لك كم مرة قلت لك؟ هلا هذا الحكي كله ما بفيد. اللي ابو سعيد شو بدنا نعمل؟ نحن ما لازم نسكت على الفضيحة. شو بدك يعني اطلع على الشارع الا للناس شو صار معي؟ لك انا بدك يعني نسكت؟ لا ما لي حق اسكت. مين قال لك انا ما عندي شرف، ما عندي ناموس؟ بدي ادور عليه، بدي اعرفه، بدي اعرفه، لازم بدي اطلب ايدي، بدي اخذ تاري. يخرب بيته الهي، يخرب بيته، يخرب بيته الهي. الله لا يوفقه. لك شو ما عنده عرب؟ لك والله ما كنت بعرف، ما كنت بعرف. لك والله لو كنت بعرف كنت قتلت حالي، قتلت حالي وما خليته يلمسني. انت مو ذنبك لك يا بنتي، مو ذنبك. بس هالابن الحرام هذا ما قدر تعرفيه، يعني من شي حركه، من صوته، من شي شغله. لك والله ما بعرف، والله ما بعرف. لك والله لو كنت شفته، لك بس لو كنت شفته كنت قتلته بايدي وما خليته يلمسني. لك الله يصطفل فيه، الله يصطفل فيه، الله لا يوجه له الخير. يا رب يا رب شوف فيه. لعن عليك يا ام سعيد، لو كنتي تسمعي مني وتاخديه معي ما كان صار اللي صار، ما كان صار، ما كان صار. يا ابو سعيد قلت لك عندي ولاده بحاره ثانيه، شو عرفني انه هيك بده يصير؟ انت بتعرفي شو معناته اللي صار لك يا ام سعيد؟ بنتك عابت، لك البنت عابت يا اخي، لك يا ربي البنت عابت. لك شو نعمل بحالنا يا الله؟ شو نعمل بحالنا يا رب؟ يا علاقتي عليك يا بنتي، يا علاقتي يا بنتي على حظك. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. لك شو انت؟ ما بدك تحط عقلك براسك بقى؟ خير معلم. شوفي شوفي، امتى بدك تبطل لعبة القمار والزهر لوش الصباح؟ عم نتسلى معلم، عم نتسلى انا وحامد. تسلاي تسلاي. لك ما بتعرف انه القمار محرم بالدين؟ يخرب بيت قلبك، بدك تضبط لك قرشين، ظبط بيتك مشان تتجوز. انا مو ناوي اتجوز محلي. تنضرب على قلبك ان شاء الله. يخرب بيت قلبك، لك على لي خود امك على الحج، زورها بيت الله الحرام، عيب عليك، رب العالمين بيغفر لك. امرك محلي. كداس، انت شاب قبضاي، بس بده مين يوعيك. لك ابوك كان سمعته مثل المسك بالحاره، لا تنسى له سمعته. بأمرك معلي. شو يعني بأمرك معلي؟ خلص هذا وعد انك خلص تبطل؟ بوعدك انه ما بقى تنعى. بري عليك، هذا كداس اللي بعرفه، وشو ما اعتزت انا موجود وانت بتعرف. الله يديمك فوق راسي يا معلي، انا لحم كتافي من خيرك وانت مفضل علي. الفضل من رب العالمين. روح لشغلك عمي، روح. أمرك يا كبير. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. أهلين مستو، أهلين. شلونك يا كبير؟ ماشي الحال. سلم عليك المختار، بيقول لك رول عند منه على المضافة، شو إنه عاوزك ضروري. مين في عنده؟ عنده صياح الحلاو وعمي أب جميل وأب جواد الحارس. روح روح عمي روح، لا هاد بس تخلص كم شغلة. يلا الله يرزقك، توصيني بشي؟ الله معك. السلام عليكم يا غريب.
وانا يا درغام حبيت عينك حارس الحاره بدل ابو جواد. يعني بيني وبينك سالت عنك وحبيتك. وانا بامرك غازي افندي، انا بامرك وبامر اهل الحاره كله. بقى بدي اياك تفتح عينك منيح، يعني ما بدي اسمع انك عم تنام بالمحرس ولا عم تروح ما عاد عم ترجع. اعوذ بالله غازي افندي، اعوذ بالله، شو هي نام ما نام؟ انا بطبيعه الحال زلمه سهير، ما بنام قبل ما يشق الضوء. وبدي منك بشكل خاص تفتح عيونك 10/10 وتشوف لي هذا ابو الصلاح عم يفوت على الحاره بالليل، اذا شميت ريحته بتركض لعندي مثل الطير الطاير، ولو كنت بعز نومي بتفيقني. ماشي؟ تؤمر امر غازي افندي، خدامك انا. وكمان بدي منك تخبرني مين بيفوت وبيطلع على الحاره اول باول. على راسي يا غازي افندي، انت بتامرني امر وانا خدامه. ابري عليك. يلا فتح عيونك وما بدي اياك تخجلني قدام السرايا، ها معتمدين علي وعليك. لك على راسي من فوق يا غازي افندي، الله وكيلك ما رح تشوف مني غير كرشي بيرضيك. بدي منك تفتح عيونك 10/10. 10/10؟ تأمرني بشي تاني؟ بدك مني شي تاني يا افندي؟ الله معك. بأمرك يا سيد الكل. سلام عليكم. سلام عليكم يا سيدي. سلام عليكم. سلام عليكم غازي افندي. ايش وعلى كيفه لغازي افندي؟ لحتى يعزوا لابو جواد من محرسه؟ هذا اللي صار. لا فوق كل هذا درغام هو حارس الحارة جديد. لما هلا دور بين كل رجال الحارة، ما لقى غير درغام يحطوا حارس. لك شايف على سمع لك ابو عامر؟ يخرب بيت قلبه، هذا الحكي مختار ما بصير بنوب. لوين ابو عامر؟ رايح شوف الافندي شلون هيك بيتصرف، كأنه ما في كبارية بالحارة يشاورون، عيب. انا رايح معك ابو عامر. شرف. لو كنت جاوب انا وغازي افندي كنت رحت معكم على الكراكون، بس ما في لزوم ابو جميل، ما في لزوم. عمي انا راح اعمل برمي على الحاره نفق الرزق. قول الله. السلام عليكم. ابو جواد استنانا ما منطول. بامركم بامركم، الله لا يحرمني منكم يا رب. محلول يا عمي، لا تخاف. شرف. تفضل. يا الله. يا رب. وين ابو جواد؟ خود عمي، تعال رح ساوي لك كاس الشاي على ايد. ساوي لي سم الهاري. يلا يا شباب طولوا بالكم، الكره يا اخو طولوا بالكم، الكره يا اخو بدي مشي النسوان بالاول، طولوا بالكم. تعي يا اختي، تعي تحركي يا كامي. دور يا معلم. تعي قبلي. قول معلم. مشي خذ دول لبيت ابو سعيد الدومري، يلا تحرك، حط مهيمن ايدك وتحرك بسرعه. يلا على عيني على عيني وراسي. دور يا معلم. دكتور الكل، الكل راح ياخذ، بس طولوا بالكم، طولوا بالكم شباب. تعال تعال يلا اللي بعده اللي بعده. دوري 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 دوري. بس يا غازي افندي، انت ابن الحاره وبتعرف انه ابو جواد متعيش من ورا شغله بالمحرس، يعني بهالطريقه هي بتكون انت قطعت برزقه وجوعت اولاده. والله يا مختار بعرف هاي الشغله، بعرف. صدقني شغله مو بايدي، يعني انا كمان من صمصوم قلبي زعلان على ابو جواد. شو هالحكي غازي افندي؟ بايد مين لكان؟ الشغله بايد السرايا يا ابو عامر. اي نعم، الكومندان بذات نفسه هو اللي امر بتغيير ابو جواد. الكومندان بذات نفسه؟ شو هالحكي؟ يعني مالك مصدقني يا مختار؟ روح اساله، شحه بالسرايا، اساله بذات نفسك. لا لا، حداك العيب، لا مصدقينك مصدقينك. هلا والكومندان بذات نفسه هو حط درغام حارس؟ لا، درغام انا حطيته. شي شي هالخيله هي غازي افندي؟ انت اكثر واحد بيعرف انه درغام صاحب سوابق وحرامي، بتقوم تحطه حارس على ارزاقنا؟ اسمع يا ابو عامر وانت يا مختار، القصه كلياتها صارت بايد الكومندان. اي نعم، بايد الكومندان مو بايدنا، حتى قصه درغام صارت عندهم مو بايدي، يعني انا مضطر كنت اعطي اسم درغام لهم ليعرفوا مين الحارس الجديد بالحاره. هلا السرايا تركت كل شيء عم يدور بالبلد ولحقت ابو جواد بالمحرس تبعه، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اللي صار. هذا اخر كلام عندك غازي افندي؟ اي نعم اخر كلام يا ابو عامر. ايه شو عليك؟ شرف مختار. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معكم. اصلا انتوا رجال حياه الاصاب ما بتجوا غير بالرص والعين الحمراء. لكان بدكم ابو جواد مشان يستر على ابو الصبح والزعران اللي مثله. راحت عليكم وعلي. نعم وين كنا؟ والله ضيعوني مخي. شو
مرحبا عمي ابو سعيد. اهلين. جبت لك الخبزات معي. يسلموني يا الله يسلمك. بدك شيء عمي ابو سعيد؟ سلام. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. عمي ابو سعيد عمي ابو سعيد. السلام عليكم. سلام. بدك شيء حليب؟ لا ما بدي حليب. بدي يفتحوا قبري لاخلص من هالدنيا بس. الشرع علمك. يا جبار الخواطر يا رب. دخيلك يا رب دخيلك. إذا ما سترت هالبنت ركبنا العار لولولنا. والله لنموت طيب والله. ابن عمي قوم نام لك شوي، شكلك كثير تعبان ونعسان. يا ام سعيد انتي فكره وقت تفوت لنام نام. والله ما عم نام ولا عم تغمض لي عين. والله اضرب علي انا دموعها على خدودها، خايفه على هالبنت تموت تطقيق من بعد اللي صار معها. منيحه اللي فيها عقل هالبنت. والله اللي صار معها يا ام سعيد مو قليل مو قليل. بنوم يخرب بيته. اخ يا ام سعيد لو اعرفه بس والله لقتله اشرب من دمه. اي والله هالابن الحرام شاف عمي عمل عملته وهرب. لوين بده يهرب؟ من العباد بيقدر يهرب، اما من الله لوين بده يهرب؟ لوين بده يهرب يا ام سعيد؟ الله كبير الله كبير وما بينسى حدا. الله ينتقم منه ولا يوجه له الخير ويبعث له ولادين حرام يكسروا بخاطره مثل ما كسر بخاطرنا. آمين. الله يحرق قلبه. الله يحرق قلبه مثل ما حرق قلب البنت. أصلاً السرايا من مصلحتها أن يكون في خنايا ومشاكل عندنا بالحارة. وليش بقى يا أبو عامر؟ هيك اللي بنسوي. لازم يخلق بلبلة، ما بيقدر يقعد هادي. نسيت لما دخل عبلادنا شو سوا؟ طلع كل المحابيس يا سيدي، طلع كل المحكومين اعدام بس لا يعملوا بلبله. مزبوط كلامه لابو عامر. الفرنساوي ما بده ايانا انه نكون هادين وما عندنا مشاكل، بالعكس بده الشر يكون بيناتنا لحتى هو يقوي حاله. انا هلا شو بدي اشتغل؟ بدي ضل عطال بطال؟ منين بدي طعمي ولادي؟ وقت اللي كنت عم اشتغل ما كنت عم لحقهم. هلا شو بدي اعمل؟ ابو جواد صغيرة وحياة عيونك صغيرة. شلون صغيرة يا كبير؟ شلون صغيرة؟ اسمع عمي، بكرة عند المغرب تجي لعند المني على البواقية وبتشتغل هنيك. شو بدي اشتغل بالبواقية؟ حارس يا أبو جواد، مثل ما عم تحرس الحارة. قديش بيعطوك هنيك راح أعطيك قد منهم مرتين. شو قلت؟ روح. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطري. الله يستر عليك مثل ما سترت علي وعلى عائلتي. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام معك ابو جواد. لك بتضلك كبير يا ابو عامر. هي جبرت بخاطره لابو جواد، الله يجبر بخاطرك. لا يا مختار، نحن لبعض. قديش ابو جواد خدم الحاره؟ صار لازم نرد له اياها. مظبوط. اي والله يا مظهر بيك، بارية الحارة كلهم فاتوا بالحيط لما سمعوا خبر تغيير حارس الحارة ابو جواد، وبوشهم راحوا لعند غازي افندي على الكركون، بس ما طلع من امرهم شيء. اكيد ما حيطلع من امرهم شيء. شنو القصة هالمرة جاي من فوق ومن عند غازي. اسمع لأقول لك شو بدي. مر علي. اليوم الموضوع بده يكون منتهي، فهمت؟ مفهوم مظهر بيك مفهوم. اصلا انا اتفقت مع درغام رح اقعد محله بالمحرز لبين ما هو يروح يعمل اللي انت قلت له عليه ويرجع. بري عليك وجميل بتخبره انه الفرد اللي وصاك عليه صار جاهز، بس بتوصيه ما بيقول لابن مرة انه الفرد من عندك، وخصوصي الكراكون. ولي ليش بدي اعرفه للكراكون بقصة الفرد؟ ولك دب اعمل اللي عم اقول لك عليه وبس. استحياط واجب.
ايه بامرك مظهر هيك بامرك. وبتقول له لغريب يمر لعندي بكره بعد العشاء، عاوزه بلازمه. حاضر صار معلي. ابو جواد شو بده يشتغل انا بالباكي يا معلي؟ يشتغل اي شيء يا سيدي، بيحرسها بالليل. يا معلم غريب عم ينام بالبواكية وهو عم يحرسها. بعرف، بس أنا بدي ريحه، بدي أشتري له شقفة بيت يسكن فيه. بدك تشتري له بيت؟ إيه لك قداس، غريب صار له زمان عم يشتغل عند مني وشب قبطاي وزقرت. أنا ناوي آخذ له شقفة بيت وجوزه. بدك تجوزه كمان؟ إيه، بركي أنت تنعدها وتحط عقلك براسك ونجوزك. الله كريم معلم، الله كريم. عقيد ابو الصلح اجا ومعه كم واحد من الرجال. وصل مع رجال؟ ايه عقيد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلين اهلين بابو الصلح والرجال اللي معه. هدول هنن القبضايات؟ هدول هنن القبضايات واصحاب النخوة اللي حكيت لك عنه. عرفك ابو عكر من رجال الميدان. اهلا وسهلا بابو عكر وبرجال الميدان كله. والله شرفنا بمعرفتك يا عقيد. وابو ناجي من جبل العرب بالسويدة. يا اهلين وسهلين برجال جبل السويدة كله. بالمهلي يا عقيد جسام من قبضايات حوران. يا اهلا وسهلا برجال حوران كله. هلا بيك يا عقيد الله حييك. تفضلوا عمي، تفضلوا ارتاحوا وشرفوا. شرفوا بصلاح. الله يا الله. قلت له الرجال شو طبيعة الشغل اللي عندنا؟ الرجال بيعرفوا كل شيء ومستعدين يقدموا رواحهم في الشام وأهل الشام. شرفي خالتي مصافي، هاي الحليبات تشربيهم بالهنا. الله يهنيك بعمرك يا ابني. شو بدي اسألك؟ مريني خالتي. انت صحيح بدك تجوزه لرفيقك اللي توفى الله يرحمه وطلبت من عمك ابو صافي اني انا اشوف له بنت الحلال؟ مظبوط يا خالتي مظبوط، بس الله يرحمه ما لحق يتهنى. الله يرحمه. طيب شو رايك شوف لك الك شي بنت حلال تتجوزها؟ الي انا؟ ايه لشو ناقصك؟ اخ يا خالتي مصافي اخ الله كريم، بس اذا نويت اتجوز ما راح اتجوز الا من تحت شورك. الله يفرحك بشبابك يا رب. الله يخليك ويديمك فوق راسنا يا خالتي. خاطرك. الله معك، الله يحميك يا رب. يا جبار يا كريم عليه لما علينا عزيزك يا رب. يا ريتك كنت ابني يا صياح، كنت ما استنيت عليك وجوزتك اليوم قبل بكره وشفت ولادك قبل ما اموت. كنت انا ربيتهم وطعميتهم وحممتهم بايدي. يا هل ترى رح يجي يوم واجتمع بابني صافي؟ يا رب يا رب ما في اكرم منك، حقق لي هالرجاء قبل ما اموت يا رب. والله ما كنت بدي لك يا ابو عزه، بس لما شفتها شلون ضاربه ومزرقلها بدل التزريق انت لازم تعرف بنتك شو صاير فيها. انا بعرف شغلي معه، انا بعرف شغلي معه يا ابو عزه. يا ريتني ما حكيت له. معلش يا امو لازم تقولي له، ولا عاجبك تتهم اختي على انها سراء وجوعانه؟ يا خفيه اللطاف نجم ما نخشى ونخاف، اللهم لا نسالك رد القضاء وانما نسالك اللطف فيه وعتقك. امين يا رب. بدون اي سؤال فوت لجوا ونادي لي كامله بدي اخذها معي. وليش بقى؟ قلت لك بدون اي سؤال، احسن ما طالع صوتي ولم اهل الحاره كلها تعلينا. ها روق روق ماني مروق، فوت نادي لها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كامله
بدك تعملي حسابك هالمرة أنه ما حاجيبك من بيت أهلك، فهمتي؟ أنا والله ما بدي روح يا سيدي، والله ما بدي روح. معناتها كان لازم تضبي لسانك وما تحكي لأمك عن اللي بيصير بهذا البيت. غصباً عني اللي صار يا سيدي، غصباً عني. غصباً عنك، غصباً عن راسك، ما دخلني. لسانك ما بيطلع برات أمك مرة تانية. خلاص روح له لأبوها كاملة ما بدها تجي معك، لأنه ما بدها تخرب بيتها. شو قلتي كاملة؟ بدك تخربي بيتك؟ لا والله يا تاج رأسي ما بدي. مشي. عمي قال ما بدها تروح معك لأنه ما بدها تخرب بيتها. يا سيدي أنا يلي بدي أخرب لبيتها. والله لما تكون الشغلة بكيفك روح خرب بيت الحارة كلها. هيك لكان هيك. بس اسمع مني لك عمي، فوت معي لنشرب كاسة شاي بمعيتك وروي. شايك مو مشروب بنوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كاملة حبيبتي، روحي على أوضتك واشتحي ملايتي. يلا وانتو تنتين ليش واقفين؟ يلا كل واحدة على أوضتها. فوزية شو واقفة عم تساوي هون على أوضتك؟ شو؟ هي ما بدها تجي معي حتى ما تخرب بيتها. وانت صدقته ابن عمي؟ معقول صدقه؟ أصلاً أنا بعرف شو بده يعمل معها. ولي؟ شو بده يعمل فيها؟ بده يأجر فيها ويزلها، لأنه حكيت لك شو عمل معها لقليل الأصل. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. بس لا يحلم بالشي اللي عم يفكر فيه، لأنه ما رح خليها عنده لو بتنزل السماء على الأرض. وأنا أبو عزو يبعت لي حمى إن شاء الله، يبعت لي حمى، يبعت لي قتلي. شايفتك كبرت كتير يا مها، كبرت كتير. والله كبرت يا أمي. وشو بده يصير هلا؟ والله ما بعرف شو بده يصير. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فالله خير الحافظان وهو أرحم الراحمين. يا رب يا رب تحل عسيرها على أول سبب. يا رب المفروض كان ما تستعمل العصاي ولا تمد إيدك على وحدة من نسوانك. مايك حق لك أختي، والله مايك حق، بس ما تحملت حالي لك سرقة تصير ببيتي وقعد ساكت. ومن مين؟ من أقرب الناس لإلي. حتى ولو كان ما لازم تمد إيدك على نسوانك، ولا بدك تعمل مثل غازي أفندي رئيس المغفر. إذا مسك واحد بضل بيضربه لحتى يعترف على الشي ما عمله. مايك حق، أمرك. الله يرضى عليك، نسوانك خاطر مكسور إلا فوزية عاملة راس عليهم. هلأ أختي أنتي كل ما دق الكوز بالجرة بتحطي فوزية بالنص. هلأ ما خصة، بس أنت خليك عادل بيناتهم. وأنا كنت عادل لك أختي بيناتهم، والكل حلفوا على مصحف الشريف. إيه لا، ما كنت عادل بيناتهم، لأنك أنت ضربت مطيعة وكاملة وما ضربت فوزية. يعني قوم هلأ أضرب فوزية مشان أكون عادل بيناتهم؟ أنا ما بدي إياك تضربها، بس من هلأ ورايح لا تمد ايدك على حدا من نسوانك، فهمت؟ فهمت لك اختي، فهمت. الله يرضى عليك. بس اهلك كتير كبروها يا ورده، كتير. وبشو كبروها؟ شو بشو كبروها؟ ليش فكرك انا رضيانه من ابوك يحبس ابو جميل واولاده؟ لا ماني رضيانه، ولا رح ارضى حدا ينظلم من الحاره، لا من ابوك ولا من غيره. انتي عم تحكي هيك لانه المحبوس صبري ابن ابو جميل العطار. لا هو ولا غيره، هذا الحكي ما نو صح. خلصنا بقى، شي صار وخلص. بفهم منك انك رضيانه على اللي عمله ابوكي مع بيت ابو جميل؟ لا مالي رضيانه، لا عن ابي ولا عن امي ولا عن مرت اخي كمان. اف اف اف، ليش شو دخل امك ومرت اخوكي؟ الولد ضل مرضان اسبوع وهنن مفكرين انه من اسنانه، واصلا مو وقت تطلع اسنانه، ولا حدا فيهم فكر يروح يدور على حكيم. لساتنا عايشين بالجهل. هاد مو جهل، هاد مرض لساتنا متمسكين فيه. شو مستنية من عالم لسه بتفكر انه الداي هي الوحيدة اللي بتعرف بأمراض النسوان، وهي الوحيدة اللي بتعرف الدواء؟ قومي ساوي لنا فنجان قهوة احسن شي. قولتك احسن شي، بس لا تسني سناني. على شو؟ على الروحة، لانه بدي احكي لك كل شي صاير بيني وبين صبري. افهم
فهمية؟ ايه اخوكي هون؟ اخي لا مانو هون. ليش عم تسألي؟ لا بس كنت حابة اشرب فنجان قهوة مع امك بأرض الديار وماني حابة ازعج حدا. ايه قومي اطلعي اقعدي معها. لا ايو كيف بدي اقعد معها وانت حابة تحكي لي عن العاشق الولهان؟ طيب معناتها هلا اذا شربنا فنجان القهوة وحكيت لك كل شيء عندي بنطلع وبنقعد نحن وياه بأرض الديار وبلكي منه بيكون رجع اخي من مشواره. ليش هيك حكيتي يا وردة ليش؟ وشو اللي خلاكي تسألي عن مظهر؟ شو هادو الفكرية؟ شوفي ابن عمي خير؟ شوفي؟ شو ها؟ بذرة بطيخ بالأكل؟ شو بده يجيب بذرة البطيخ لقلب بالأكل؟ والله ما بعرف اسألي حالك بذرة شو هاي؟ اي والله معك حق بذرة بطيخ. ايوه وشو جايبة لقلب الفاصوليا هاي؟ والله ما بعرف. ما بتعرفي يا وسخة؟ لك وعم تطبخي من قفا ايدك كمان؟ هيك امك معلمتك؟ امي بالك هلا شو جاب امي بالنص؟ لك اذا بالاكل مايك لضيفيه عندي لشو عيشتك؟ لشو عيشتك عندي؟ شو عيشتك؟ لك بس اللي لشو عشتك انت تعي عندي لك تعي عندي تعي عندي شو عشتك شو عشتك شو عشتك امينا اللي بتعلك النظافة امينا انا اللي بتعلك النظافة والله والله بعلك تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله غزا قلبي